سيد. بالعكس انا مستجدعك من اول مره شفتك فيها. واللي الحاج سيد قال لي عليه عن شهامتك وجدعنتك هم اللي خلوني اجيبك هنا دلوقتي. بس كده بتهيألي عيلة اكتر يا باشا. عيلة سيد؟ ما قالش يا باشا، بس يقول عشان خاطر جنابك. طب اسمع بقى يا سيد وركز معايا. سالم الجرحي محتاجين نعرف عنه حاجات كتير، ورجالته اللي موجودين معظمهم تربية ايده. يعني حتة سد يا سيد مش هتوصلنا لحاجة. في بني ادم اتقتل وما رضاكش ان دمه يروح حضر لمجرد انه غلبان وملوش ظهر. وايه المطلوب مني يا باشا؟ تبقى عنينا جوه الدايرة دي عشان نوصل للحقيقة يا سيد. يا الداخلية ما وراهاش غير يجيب معلومات ولا ايه؟ ولا انا مكتوب على وشي فعل خير؟ ايه الأخبار؟ للأسف مش حلوة. يعني ايه؟ يعني شفتها في الفنجان لابسة أبيض فأبيض. ايه؟ عروسة؟ أنا قلت لها كده بس ما كانش لبس عروسة. أمال كان ايه؟ كان لبس سجن. سجن؟ أيوة. أنا آسفة قوي، ما كانش ينفع أخبي عليك. يعني بنتي لابسة لبس سجن وأنا حموت مقتول على إيد حد من صلبي؟ عايز ده ما يحصلش؟ إيه عندك حل؟ خلصني الأول من صاحبك الزنان. صاحبي مين؟ حسونة. وعايزاني أخلصك منه إزاي ده؟ بلغوا إني مش عايزة أتجوزه. وإيه علاقة جوازك بحسونة بيا؟ ما تستعجلش، كله بأوانه يا سالم. صاحبتك مها دي عملت معايا حركة غريبة قوي النهاردة. مها مين؟ مها اللي بتقرا الفنجان يا بابا. مها ملا جات لي المكتب مصرة تشرب معايا القهوة. غريبة؟ لا مش غريبة، دي أصرت إنه بجد أشرب معاها القهوة. وما قالتلكيش بالمرة تعالي أقرا لك الفنجان؟ أنت إيش عرفك؟ ويا ترى بقى أخدت منك فلوس؟ ولا عملتهولك كادو؟ هو انتي اللي بعتيها؟ أنا؟ جايز برضو. مها دي ليها تصرفات غريبة جدا. وقالت لك إيه بقى؟ قالت لي إني احتمال ألبس فستان فرح قريب. فرح؟ نهايل مبروك. وما قالتلكيش كمان بقى مين العريس؟ وأنا ليه حاسة إنك بتتريقي عليا؟ إيه خايفة اتجوز واجيب ولد وما تبقيش انتي اللي على الحج؟ نفترض يا ستي انك اتجوزتي وخلفتي، المحروس بقى اللي هتخلي فيه هيتكتب على اسم المقصوف على شبابه اللي هيتجوزك. يعني مش جرح. ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ خليكي في حالك. انت حالي، انت جوزي وفسدت بنتي مش بنتك. قصدك ايه بقى؟ اطلع منها انا يعني ولا ايه؟ ده مش بس كده، ده حسك عينك اعرف انك قلت لها مها قالت لي ايه. انت مش ملاحظ انك مكبر الموضوع ومدي مها دي اكتر من حجمها؟ تصبحي على خير. الليله دي خرج خمس شيخوت كبيره ولانش صغير وكلهم رجعوا بالليل يا فندم. حلو قوي ده، اكتب لي اسماء صحابها كلها في ورقه. حاضر يا باشا. نبيل مواعيد دخولهم وخروجهم بالدقيقه. بالثانيه يا باشا مكتوبين عندي. شفت تخميني طلع صح ازاي؟ كل اللانشات والاخوت اللي طلعوا في الليله دي اصحابها هم اللي طلعوا عليها، يعني الشريك المزعوم ما كانش عنده وقت لا ياجر لا لانش ولا يخت في الليله دي. والاهم من ده كله ان مركب سالم الجرحي طلعت في اليوم ده بالذات. ماشي، بس هنثبت ازاي ان هو طلع في اليوم ده عشان يتخلص من الجثه ويرجع؟ اهو كده بقى احنا محتاجين اذن نيابه عشان خاطر نفتش مركب سالم الجرحي. ايوه بس اكيد المركب اتنضف الفتره اللي فاتت دي. انت بتقفلها في وشي ليه يا ماهر؟ ما تجيب اذن النيابه وبعد كده ربنا يسهلها. فكرك يعني سالم هيسيبنا نفتش المركب بتاعه؟ هيعديها بالساهل كده؟ والله دي تبقى مشكلته بقى مع النيابه. لو رفض منه ليها. يا ابو السيد انا لازم ابعت لك مرسال يعني عشان تيجي تشرفني ولا ايه؟ غصب عني والله، ما انت عارف الشغل مع سالم بيه ما بيرحمش. ليه عملت ايه؟ اسكت. قلبت الدنيا شمالها شرقها جنوبها. خلص لسه غربها اديني فرصه، ما لقيتش اللي سيادتك عايزه خالص. نعم. عيب عيب يا باشا. ايه ده؟ حشيش؟
انا قلت لك انا عايز حشيشه. ما انا هفهمك، هو ده اي حشيش؟ كل ادويه الجدوى المحقونه في البتاع ده، نفس التاني اغماء. صدقني يا باشا انا عارف انا بقول لك ايه، انا جبت القرش ده بطلوع الروح. انا ما بشربش حشيش، مش هتشربني على مزاجك. سيادتك شربت حشيش مصري قبل كده؟ لا طبعا. تبقى ما شربتش مننا، بتستعجل ليه وترد؟ صدقني يا باشا. يا ابني انا ما بشربوش، انا ما بشربش الحشيش. هتشربه، كلهم ابتدوا كده في الاول والنهارده طوابير على سيد. اسمع، طبق وبفره وقطره، اوعى تنساها، واقفل تليفونك يومين يا باشا، وشوف سيد هيعمل لك ايه النهارده. طب وريني. فين الحشيش؟ يعني محمد ما يتكلمش معاك، اتفضل يا باشا. ايوه حسونه. لا بس كنت عايز اقول لك اني مسافر، فلو كنت عايز تبعت حاجه لاصحابك. كده؟ طب عظيم عظيم. بس كان في بقى موضوع مهم كنت عايز اتكلم معاك فيه. ما هو لما تيجي بقى. طيب سلام. خير؟ انا هروح الكوافير اعمل شعري وهاخد وجيه نتمشى شويه على البيتش في الشمس، ممكن؟ ممكن، بس خدي معاكي سيد. حاضر. حاجه تانيه؟ لا مفيش، سلامتك. انا اسمك ها؟ ايه الاخبار؟ ولا اي حاجه. يا نهار اسود، ولا حاسب اي حاجه ازاي؟ ده انت جاوبت على سؤالي بعديها باسبوع. خد. هعمل بيها ايه؟ ما انا ما بعرفش الف. وانا هسيبك؟ ما انا سايب لك خزين يكفيك اهو. مش عارف امشي بيها في الشارع دي، لجان وكمائن، ده تسليم اهالي. ماشي ماشي. ايوه هنا. لا لا انا دقيقتين اكون عند سعادتك. حاضر يا فندم. حالا. راح فين؟ شغل زي ما سيادتك سامع. طب انا عايزك. هو انا هطير؟ هخلص شغل وارجع لك. كده كده لازم اعدي اطمن انك بتتنفس. شكلها هجمت. ادعي لمصر. ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ والله حلو بتاع ده.